إذا كما راكم تشوفوا خالتي مبادرة الملابس مازالت متواصلة هنا في المركز التجاري ليا. الحمد لله إقبال كان ما شاء الله رائع، الناس كامل لبست، داو لولادهم، هذه اللي نحوسوا عليها. فرحتنا تكمل في فرحة الإنسان الجديد، الناس اللي ما عندهمش، وإن شاء الله بركة، الناس تفهمنا بركة كيفاش نخدموا. معناتها اللي ما داش اليوم يدي غدوة، اللي ما داش غدوة يدي الأسبوع القادم، السلعة راهي كاينة، العرض كاين، والطلب كاين، ما تخلق ما والو، لو كاتب لك ربي حاجة ما كاينش اللي يقلعها لك. وها هي رحلتنا التي لا تنتهي، وسعينا دائما للخير لا ينتهي. آمنا أنه صح الناس، ربي خلق الناس للناس، وهذا يقعد شعارنا دائما. بغيت نوصيكم على حاجة، عليكم بالنظام النظام النظام، هذه اللي نقول لكم. نشكر الناس اللي راها معنا هنا، الناس اللي واقفه معنا، نشكر البنات، نشكر اولياء البنات اللي يكون بارك الله فيكم على هذه الناس اللي راهم يعاونوا فيها. نشكر الشبيبه كامل، جزاكم الله خيرا. كل انسان ما نجمش نذكر اسماوات، معناتها كل انسان تعب معنا كاع، الله يعطيهم الخير والفرحه والنعمه اللي راه في قلوبهم، ربي يحققهم ان شاء الله. حتى انتم الناس اللي راكم تجيبوا لنا بس العشاء عندكم، بارك الله فيكم، الله يجازيكم ان شاء الله، تكون في ميزان حسناتكم. ماكمش تعطونا حنايا، راكم تدسوا لرواحكم بركه، وحنايا فين رانا نخدموا في وجه ربي ان شاء الله. ربي يتقبل منا خطرات نزعفوا وخطرات نواسوا، ولكن انا باغي القبول الصحيح. معناتها نحن ما نحن الا جنائز مؤجله، معناتها اي واحد بيدو حاجه ديرها وما تخافش. شنقول لكم؟ جزاكم الله خيرا، ونلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى وفي اعمال خيريه اخرى ان شاء الله. يا خالتي هذه المبادره احنا ما درناش غير هذه، ما غاديش نديروا هذه. كل خطا نخرج لكم بخرجه، ما عليكم الا دعمنا والوقوف معنا. سلام.